السي الحسين طالوع سفير ديال فريق الرجاء لدى الديار المصرية، مرحبا بك في موقع ميت سبور. شكرا. سي الحسين، انت معروف بانك انت تمثل فريق الرجاء في مصر، وانت طلعت الدرابو ديال الفريق ديال المغرب في برج العرب، وكذلك التوني ديال فريق الرجاء فبزاف ديال الفرق في مصر. تحدثنا على التجربه ديالك، كيفاش كانت البدايه، اول زياره لك في الديار المصريه. اول زياره من محب وعضو ديال الزمالك المصري ممدوح الشيبي. اول مره كنت طلب مني الزياره باش نجي لمصر. ملي مشيت لمصر كانت اول تجربه باش نمشي لمصر، وانا ما عارفش مصر هذيك الساعه، ما عارفش الجو ديال مصر كي داير. ايوا مشيت. كيفاش بعدا تمشيتي لمصر؟ واش كانت دعوه من احد المحبين ديال فريق الزمالك ولا ديال الاهلي، ولا غير هكاك مثلا مشيت؟ لا، من عضو ديال الزمالك المصري. انا لاعب وديجا شايفني. انا كنت تعرفت عليه هنا في المغرب. هنا في المغرب وبقات علاقه اللي هي علاقه. اللي هو شكون؟ هو ممدوح الشيمي. ممدوح الشيمي عضو ديال الزمالك، عضو المكتب الاداره ديال الزمالك المصري. اذا مشيتي انت دابا مشيتي لاول مره لمصر. نعم. تحدثنا على هذيك الظروف اللي ديال الاقامه ديال اول مره تمشي لمصر. فضلوا لي واحد الاقامه، استقبلوني واحد الاستقبال اللي هو الاستقبال رائع لو بروميير فوا، وكان استقبلني هو ممدوح الشيمي. من بعد مني وصلت المنشية يعني الاسكندرية، كان استقبلني هو في القاهرة. وصلت الاسكندرية وطلق علي الأخ ديالو اللي هو زملكاوي، هو ربيع الحاج ربيع الشيمي، ووفروا لي واحد الإقامة. واحد الإقامة اللي كانت يعني فندق، اول مره كنشد فندق تم في الاسكندريه. وكان الهدف ديالي انايا هو باش نعرف ديك المآثير ديال المسار والجو ديال اخواننا المصريين. وكانت مقابله ديال فرق ديال فريق الزمالك، مشينا تفرجنا في الماتش ديال الزمالك. من بعد واحد الفتره قضيت دزت زياره لواحد العديد ديال المآثير ديال مصر، وكانت يعني واحد المده ديال 15 يوم، وبقات هذه العلاقه طالت. ولكن الموسم الثاني، الموسم الثاني هو اللي غيكون فيه اظهار ديال القميص الرجاء البيضاوي. هذا ديال هذا هو القفل اللي بغينا نتحدثوا عليه. كيفاش جات الفكره انك تعطي للمشجع، لهذاك المشجع الكابو ديال مصر، التوني ديال الرجاء؟ كيفاش تحدثنا على الظروف، كيفاش توقعات هذه الواقعه؟ انا الاول عرفوني انايا بان رجاوي ديال الرجاء ورجاوي. فوالا، انا كنت ديت الاقمصه في الاول. المره الثانيه جات كثرت في الاقمصه، جتهم معايا انا. ملي جات الاقمصه كنت لابس واحد القميص. داكشي من المالك الخاص. مالي خاص. زعما ما عاوناتك لا الرجاء لا الرجاء لا حتى شي واحد. فوالا، داكشي درتي من مالك بحب ديال فريق الرجاء. هادشي اللي كاين. ومني مشيت كنت انا معايا، كان معايا اللاعب السابق هو عبد الغني الزراف. استقبلونا في المطار ديال برج العرب، ووفروا لنا في واحد الاقامه اللي كانت اقامه بالمنشيه فندق. وكانت مقابله اللي كانت واحد المقابله، هي مقابله ديال المنتخب المصري مع المنتخب المصري اقصائيه كاس افريقيا. دونك مشينا. ملي مشينا كنت انا لابس واحد الكيت رياضيه ديال الرجاء البيضاوي، وكانت عندي كنت لابس واحد القميص ديال الرجاء البيضاوي يعني، ومحيد انا ديك الكيتما. ودخلنا البرج العرب، دخلنا كان دخل الجمهور ديال الاتحاد السكندري، كان دخل الجمهور ديال الاتحاد السكندري، وكان برئاسة عادل شاكال. عادل شاكال هو أكبر مشجع مصري، يسموه لقبوه كيلقبوه لقب ديال الزعامة. زعيم يعني زعيم مصري، زعيم ديال المشجعين. وهو مشجع الاتحاد السكندري.
سيد البلد، لا بكرة السلة ولا بكرة القدم. والسيد مني دخلت انايا كان الجمهور داخل تيشجع، احنا دخلنا انا والعضو الزمالك المصري ممدوح الشيمي وكذلك اللاعب السابق عبد الغني الزراف. مني شاف عندي انايا القميص ديال الرجاء طلب مني الكابو المصري بان ذاك القميص ديال الرجاء بغاه. شتي ذاك القميص؟ لا اسمح لي غير قاطعتك، هذه دليل على ان فريق الرجاء هو فريق عالمي. لان العرب راه تيبغيو الرجاء، راه فيما مشيتي راه الناس تيهضروا على فريق الرجاء. هو الحب ديال الفريق هو اللي قال لك اعطيني ذاك التوني ديال الراجل لبسه. بني انا انت حيدتي. انا حيدته، اعطيته التوني ديال الرجاء البيضاوي، دخلت يشجع قال لي غتزيد معايا ضرب معايا شي صوره. هذه السيد دار لا باندا ديال الدرابو ديال ماستر في ليبرا ديالو والتوني ديال الرجاء ويطلع الكابو، طلع الكابو كيشجع في المنتخب ديال مصر. وانا تنشوفك ولا تشجع تيشوف انايا تشوف دابا انا مصر تشجع من طرف الرجاء، الرجاء مصري يشجع منتخب بلاده بقميص الرجاء البيضاوي. تتحدث الصحافه فين شكون هو السيد هذا، شكون هذا السيد؟ ولكن دابا انت تكلمت عليك الصحافه المصريه اكثر من الصحافه المغربيه. الصحافه المغربيه ما عطاتش اهميه أكثر. ولكن مؤخرا بداو الناس يعرفوا كيفاش سلمت القابيس وهذه. ودابا الزيارات وكاين الزياره، مازال كاينه زياره اخرى. ومن بعد مني سلمت القميص خرجنا هنا، خرجت انا من سالت المقابله ب 6-0 بانتصار ديال المنتخب المصري على النيجر. حسنا المنشيه المكان الفندق في العشيه اتى المساء، اتى جاو الجمهور ديال الاتحاد الاسكندري بالرئيس برئاسه عادل شاكال والكابو المصري وزملائه ديال الاتحاد الاسكندري. جاو عندي وجيبوا لي يعني شي هدايا وفرحوا بيا بزاف، وهذه هي ترتبط العلاقه بقات غدا كامله. من بعد يعني وزعت شي اقمصه على شي لاعبين تماك ولا تيجيو، كلشي تيجي عندي في المنشيه في القهوه. لان واحد ربطت واحد العلاقه وطيده مع الناس ديال مصر. فوالا دابا انا الحمد لله ولا عندي واحد يعني جمهور كبير اللي ولا عندي في اسكندريه اكثر من القاهره. عندي جماهير ديال الاهلي، جماهير ديال الاتحاد الاسكندري، جماهير ديال فريق من الدرجه الرابعه. يعني اش نقول لك، يعني انا وليت محب ديال بوسط هذا القميص. عطى جعل واحد الحب كبير في العجمي، في المنشيه، في كرموز، يعني في سموحه. دابا كراس حسين طالوع فريق الرجاء ممثل في مصر زعما صراحه. دابا رجاء هذه بدون منازع انت هو اللي تتمثل فريق الرجاء في الديار المصريه. وكانت زيارة ثالثة. نعم. زيارة ثالثة مشيت هذيك الزيارة الثالثة ديت عديد من الأقمصة تتعدى 50 قميص. لما يعني استقبال برج العرب، استقبال اللي كان رائع 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 بزاف. ودزت هاد المرة ما عطاونيش الفندق، وفروا لي شقة الحاج ربيع الشيمي وفر لي واحد الشقه اللي بقيت فيها زهر، فيها زياره، فيها مجدي يعني اهلاوي، فيها طبيب العظام من ملاقا اهلاوي، فيها يعني رمضان اتحاد اسكندري، يعني فيها ناس ديال مصر، واخا هذا زملكاوي، واخا هذا سموحه، واخا هذا يعني واخا هذا ديال الزمالك، يعني حب مصر مع المغرب، علاقه مصريه مع المغرب. وكاين واحد الجوريه هذه بان الرجاء ماشي رجاء صغيره، رجاء راها كبيره، رجاء عالمي وعندها جمهور، وجمهور يعني خارج المغرب. ومن بعد يعني وفرت دوك الاقمصه، عطيت لعبت معاهم شي مقابلات وفرقت الاقمصه وبقات واحد العلاقه اللي مستمره دابا حاليا. وكان عرفوا في هاد الفاجعه راه كنت غادي نمشي، كانت عندي واحد الزياره ديال الجماهير ديال الاهلي اللي كانت غتكون عندي 5 ايام، وكانت غتكون عندي واحد الزياره كذلك النادي المصري بورسعيد اللي هي هذه تلقيتي دعوات رسميه. نعم.
وكانت الفترة اللي هي كثرت هي المقابلة ديال الاتحاد الاسكندري ونادي البحرين. يعني كانت واحد المقابلة انتصرت بها بجوج زيرو، وكانت كيتمناو يتلاقاو مع الرجاء في نصف النهائي، ولكن هما تخسروا مع فريق الاسماعيلي. كانت دخلت انايا تنتفرج في الاتحاد الاسكندري، في ملعب الاتحاد الاسكندري، وكانت رايه المغرب معايا، وكانت رايه الرجاء معايا، وكنت لابس يعني سيرفيت كيت مع ديال الرجاء، ورايه البلاد هزوها لداخل الملعب، هز عادل شكر والكابو المصري واخو الكابو المصري وشولدوم، يعني هادو مشجعين ديال الاتحاد الاسكندري، رايه البلاد هزوها في الميدان. من بعد رايه رايه ديال الرجاء البيضاوي حتى هي هزها الجمهور وخادها هي ولا رايه والعلم المغربي، والعلم المغربي راه مني وصلت المقابله، تصوروا بها تماك، وصلت المقابله خرج التيران كيضربوا بها في الاجواء ديال مصر، في كرموز وفي يعني في العطارين، يعني في منشيه، يعني في سموحه، يعني ما غاديش نقول لك العالم الوطني يعني داز في مصر وراه باقي في مصر. سي حسين، أن عندك علاقة كبيرة مع الجماهير الزملكاوية، الحديث عن المقابلة اللي غيجريها فريق الرجاء مع الزمل، كيفاش يوقع التواصل؟ أنت يتواصلوا معك، كيفاش تيشوفوا المقابلة ديال الزمالك مع الرجاء؟ هما تيتواصلوا، واش غيشجعوا الزمالك ولا الرجاء؟ هما تيحبوا الرجاء، نعم، وتيحبوا الزمالك. الزمالك يعني فريق ديالهم، الرجاء فريق، يعني هما متخوفين من الرجاء البيضاوي اللي عندهم شبان وعندهم فريق، يعني فريقين، يعني فريق وكيتحط لسه كتعرفوا الصداره، والرجاء هي اللي كاينه دابا حاليا في المغرب، وهما تيقولوا الكره هي اللي غادي نشوفوا اللي غادي يربح، اللي يلعب مزيان هو اللي يربح، هو اللي غينتصر، اللي يلعب مزيان هو اللي غينتصر. وكيتمناو بان الناس ديال الجماهير ديال الرجاء بغاو يستقبلوهم، يعني ما كاينش لا عنف، ما كاين لا خراب، لا تشعيب، ما اصلا تيحبوا فريق الرجاء، تيحبوا فريق الرجاء، ولكن قالك حنا استعدادنا نستقبلوا جماهير الرجاء البيضاوي في مصر. الرساله ديالك للجماهير الرجاويه او نشاط اش ممكن لك تقول لهم؟ الرساله ديال اللي غادي نقول هو جماهير ديال الرجاء خصها تكون ديما تكون منضبطه، وتكون يعني حنا ما كنبغيوش الشغب، وكنبغيو نتفرجوا في الكره، يا الفريق ينتصر يا تعادل يا ينهزم، الكره راه هي هذه. وتنقول لهم راه بان هاد المصريين راهم كيغنيو الاغاني ديالكم تماك في الشوارع، وكيفرحوا بهاد الاغاني، بان كيقولوا بهاد الاغاني اللي كيغنيوها، كتغنيوها انتم الجمهور، راه كيغنيوها في الشوارع وفي المقاهي. انا كنقول لكم بان الجمهور المصري يحب فريق الرجاء البيضاوي، ويحب حب جماهير الرجاء البيضاوي. رساله للمكتب المسير ديال المكتب المسير اولا، واش ما تطلبش شي حاجه من المكتب؟ لا ما كنطلب لا مكتب، ما كنطلب حتى شي حاجه، ما كنطلب لا قميص، ما كنطلب هذا حب الرجاء. انا تنشكر المؤطرين اللي كنت عندهم، اللي هما جابوا لنا الرجاء، هو دريس المرحوم اللي هو ليه الفضل، هذا اللي بقى راه مؤطر، وهذا السيد اللي هو خالوق اكثر ابار اللي كنقول هو الله يرحمه، يعني حاج عبد القادر جلال، عبد القادر جلال، وكذلك مرحوم الروبيو. وكنشكر يعني هذا المكتب اللي هو غادي مسير بالرجاء، اللي غادي به الامام، وحنا كنقولوا الرجاء راه عالمي، والرجاء راه غيبقى ديما عالمي. سي حسين طلوع، سفير الرجاء الرياضي في الديار المصريه، كنت مع ميت سبور، وتحياتي لك. شكرا.